اسمي كيت وأنا أبلغ تقريباً 14 عاماً. تطلق والداي ليس منذ فترة بعيدة. قد لا يبدو الطلاق مشكلة كبيرة، لكنك عندما تعتاد على وجود والديك معاً حتى ولو في عائلة مفككة قد يكون تأثيره مدمراً. أنا أحب والداي، ومن وجهة نظري أعتقد أنهما ربياني جيداً. أنا وأخي الصغير إيان كنا نمتلك كل شيء حتى خسر والدي وظيفته. حينها تغير كل شيء، فأنا أذكر ذلك وكأنه حدث البارحة. اقتحم والدي المنزل غاضباً بنظرة متفجرة على وجهه. وقفت في الممر محدقة به، آملة ألا ينفجر غاضباً. لقد رأيت أبي يفقد أعصابه في إحدى المرات، ولم يكن ذلك لطيفاً أبداً. على مائدة العشاء في ذلك المساء كان والدي يشتكي حول مدى عدم امتنان رئيسه له ولا لكل ما قام به من أجل الشركة. جلست أمي المسكينة هناك والتعاطف التام يظهر على وجهها، تنظر إلى أبي وهو يشرب الكحول ويبتلع الطعام. لم أرى أبي يشرب هذا الكم من الكحول قبل ذلك، حتى أنه على مر الأشهر أحب الكحول أكثر فأكثر وتعلق بها، ومن الظاهر أنه قد أصبح مدمناً للكحول. طفح كيل أمي فسكبت كل زجاجات الكحول في الحوض. غضب أبي جداً وهدد أمي بالانفصال عنها إذا فعلت ذلك بزجاجاته الثمينة مرة أخرى. وهنا طلبت أمي الطلاق وغادر أبي في اليوم التالي. كنت أتساءل أين سينام أبي في تلك الليلة، فهو لا يملك عملاً أو أي مدخرات. كنت قلقة عليه ولا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك، وهل سأتمكن من رؤيته مجدداً أم لا؟ كل هذا أثر على حياتي بشكل كبير. انخفضت درجاتي وفقدت 20 رطلاً من وزني. أما بالنسبة لأمي فقد سيطرت على زمام أمورها بسرعة وتزوجت ثانية. أبي وزوج أمي مختلفان تماماً، فإن أبي قوي البنية مفتول العضلات، ومن يراه يعتقد أنه مصارع محترف. نعم، يبدو أبي قوياً جداً ومفتول العضلات. أما تشارلز فهو رجل أصلع ضئيل، لكنه كان لطيفاً وعامل أمي وكأنها ملكة، وكان يشتري لي ولأخي كل ما نتمناه. غاب والدي عن الأنظار فترة، لكنه ظهر فجأة طارقاً الباب، وكل ما أذكره أن تشارلز يفتح الباب وطاخ تيخ، فقد لكمه أبي في وجهه. تمكن تشارلز بطريقة ما من الهروب من العراق وأقفل الباب بإحكام، وهذه كانت البداية لأحداث كثيرة. في إحدى الأمسيات اختبأ أبي في المرآب منتظراً أمي وهي تغادر لعملها، فهجم عليها من نافذة سيارتها وقام بسحبها من السيارة من شعرها صارخاً بصوت عال شاتماً إياها بأسوأ الألفاظ. لكن جارنا بيل ساعدها وأبعده عنها. لم ترفع أمي عليه قضية، لكنها حصلت على الأمر بعدم التعرض. لكن ذلك لم يمنع والدي من القدوم، وأصبح ذلك بمثابة روتين. لم تشأ أمي وزوجها بالقيام بشيء ضد والدي قد يؤذيني أنا وأخي، لكنهما سئما من تصرفاته، وكذلك أنا أيضاً كنت قد ضقت ذرعاً منه. قد كان ذلك مخزياً، لأنه في كل مرة كان يأتي للعراق مع زوج أمي كانت أمي تطلب الشرطة فتعتقله الشرطة ويحتجز، وفي غضون أسبوع كان يعود إلى المنزل مرة أخرى مسبباً الفوضى. كان يرمي الحجارة على النوافذ ويفتح خرطوم الماء ويصرخ على الجيران والمارة ويشتمهم بألفاظ نابية. طبعاً رآه جميع أصدقائي وزملائي في المدرسة، وأصبحت قصة عائلتي موضع استهزاء المدرسة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكنت أود أن أدفن نفسي في حفرة بسبب الإحراج. غضبت من أبي لما سببه لنا من خزي، وقررت أن أعلمه بمشاعري. في أحد الأيام عندما جاء أبي طارقاً على بابنا فتحت له بهدوء ونظرت له أيضاً بهدوء. ذهل عندما رآني وكادت عيناه تقعان من وجهه، فأنا آخر شخص كان يتوقع أن يفتح له الباب. كانت عيناه حمراوان وكان ثملاً جداً تفوح منه رائحة الكحول، وكان يرتدي سروال بيجاما قصير في منتصف يوم شتوي ماطر في وسط فصل الشتاء.
والأدهى من ذلك أنه جاء في صباح يوم الأحد تقريباً في الساعة 9 عندما كان الجيران في طريقهم إلى الكنيسة. خرجت خارج المنزل وقررت أن أخبره بما يجول في خاطري مانعة نفسي عن البكاء. أخبرته أنني أتبرأ منه لأنه جعل حياتي جحيماً ولأنه جعل الجميع في المدرسة يسمونني ابنة المختل. كل ذلك كان بسببه كونه سكير وضيع خارج عن السيطرة، وإني كنت أتمنى لو أنه كان ميتاً. لا أعرف كيف قلت كل هذا الكلام، لكني كنت غاضبة وأردته أن يعرف شعوري نحوه. في الواقع لم أشفق عليه وأنا أقول له هذا الكلام. نعم أنا أحبه، لكني لست راضية عن أفعاله الشائنة. وقف أبي صامتاً لوهلة يخلو وجهه من أي تعابير، وفجأة حصل الأمر. بكى أبي منهاراً، لم أره هكذا منذ قبل ولم أعرف كيف سأتصرف. هل أحتضنه وأواسيه؟ أم أصفعه وأطلب منه أن يتماسك ويصبح رجلاً؟ لم أكترث للمرة الذين كانوا يحدقون بنا. أعتقد أن أبي يعاني من مشكلة إدمان كحول جدية ويجب عليه أن يخضع للعلاج. ما زلت لم أصفح عنه، لكني أخبرته أنني سأمنحه فرصة ليتماسك ويخضع للعلاج والمساعدة في مركز إعادة التأهيل. كنت حازمة معه وهددته بأن أتصل بالشرطة في حال جاء مرة أخرى للمنزل بهذا الشكل، وأنني لن أتوانى عن جزه في السجن. نظر في عيني باكياً وقال أنه ليس لديه فكرة كيف سيبدأ وأين سيذهب. فأخبرته أننا جميعاً سنساعده إذا سمح لنا بذلك، وأن عليه اتباع جميع إرشاداتنا. خضع أبي للعلاج والآن هو متزن منذ 4 أشهر، حتى أن المركز ساعده على الحصول على وظيفة بدوام جزئي ليثبت التزامه وتحسنه، وقد وعدوه أن يحصل على وظيفة بدوام كامل في حال أثبت أنه سيتحمل المسؤولية. لزمني الأمر أياماً وأياماً من البكاء راجية أمي وزوجها حتى وافقا على زيارتنا لأبي. كان سعيداً جداً لرؤيتنا وقام بالاعتذار لتشارلز وأمي. كانت أمي تشعر بالتردد حيال تصديقه، لكنه قال أن كلامي وشجاعتي قد أيقظاه ونبهاه. فوعدته أمي أنه إذا بقي متزناً وحصل على وظيفة بدوام كامل وأثبت أنه قد تغير، فإنها ستقدم طلباً للسماح له بقضاء عطلات نهاية الأسبوع معي ومع أخي. سعدت بهذا الخبر، وكذلك أبي تحمس ليعمل بجد أكثر. أنا سعيدة جداً لأن كلماتي قد أثرت بوالدي بهذا الشكل. البوح بما في قلبي لأبي أدى لعودته لي مجدداً. يسير الآن كل شيء على ما يرام، وأعرف أن أبي يحاول قدر استطاعته. سأخبره عن مدى حبي له عندما أراه في المرة القادمة. لا تتردد أبداً بالبوح بما في قلبك، فأنت لا تعرف كم لكلماتك تأثير قوي، وأتمنى أن تساعدكم كلماتي اليوم كما ساعدتني في السابق.